صلى الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قوله تعالى في حق الكفار أولئك أصحاب النار، هل يفهم منها أن نار الموحدين من أصحاب الكبائر، نارهم غير نار المشركين؟ يا ما النار واحدة لكن الموحدون لا يخلدون فيها، وأما الكفار فيخلدون فيها، والنار دركات ما هي شك، بعضها تحت بعض، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض.